رجعنا وياكم إلى فقرة حوارنا الصباحي اللي راح يكون الجزء الثاني عن نظام الكيتو دايت لإنقاص الوزن. طبعا تعتبر السمنة من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان، حيث أنها تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة الخطرة مثل أمراض القلب والسكر وتصلب الشرايين وغيرها. لذلك يجب الاهتمام بالحفاظ على الوزن دون زيادة مفرطة، وتوجد العديد من أنظمة إنقاص الوزن التي يمكن اتباعها ومنها نظام الكيتو. والحديث أكثر عن هذا الموضوع يسر يعني أن أستضيف خبيرة التغذية البروفيسور الدكتور سند العرجي ونقول له يسعد صباحك. أهلا، صباح النور، أجمل صباح وأحلى صباح عليكم وعلى المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الرشيد الفضائية، هذه القناة اللصيقة بهموم المواطنين ومن هموم المواطنين الأمراض التي تأتي من التغذية، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعدل عن الدواء إلى الغذاء. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك دكتور. نعم. طبعا اليوم بالبدايه اريدك تعرفنا عن الحميه الغذائيه. الحميه الغذائيه، الانسان له وزن طبيعي، والمقصود بالوزن الطبيعي هو اللي الوزن الطبي، يعني ما ينصح به الاطباء. نعم. وعلماء التغذيه. نعم. يعني المتطلبات الغذائيه من الكربوهيدرات، السكريات بضمنها طبعا، والبروتينات والدهون والمعادن والماء والفيتامينات، أن لا يكثر بيها، وبالتالي تؤدي إلى السمنة، والسمنة مرض، حيث لابد لي أن أقول توطئة ولو بسيطة، أن الوزن الصحي الطبيعي النورمال ويت الطبيعي أكو أقل من الوزن الطبيعي، وأكو الوزن الطبيعي قلنا و أعلى من الوزن الطبيعي بالإنجليزي يسموه أوفر ويت، وأكو السمنة. البدانة الأوفر ويت أعلى من الوزن الطبيعي مسألة غير مرضية، أما السمنة الأوبسيتي فهي مرض تؤدي إلى أمراض كبيرة، من ضمنها مرض تصلب الشرايين فاسكولر ديزيز، كارديو فاسكولر ديزيز، والضغط والسكر. كل اللي عندهم سمنة كمرض عندهم مرض السكري، يعني يزداد أو تزداد نسبة السكر بالدم. نعم. ويزداد ضغط الدم، لما المقصود يقولون الضغط هو ضغط الدم، وبالتالي السمنة تؤدي إلى أمراض غير منظورة. مثلا يعني النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه المنتجبين قال إياكم والبطنة، البطنة يعني الكرش. نعم. فإنها تذهب الفطنة، ناهيكم عن الأمراض. يعني لو نيجي نشوف اللي صار عنده، ما عنده حمية غذائية. نعم. عنده لا حياء في العلم، عنده كرش. نعم. فيصير عنده تقوس بظهره. نعم. تبدي الفقرات القطنية. نعم. اللي تبدأ قبل القطنية الفقرات الرقبية، هاي العنقية. نعم. مو يصير عنده. نعم. ساعديني يصير عنده. نعم. شنو رقبي. تحدب كيرفيتشر. نعم. تبدي هاي الفقرات القطنية وصولا، العفو، الفقرات العنقية وصولا إلى الفقرات القطنية، يقوم ظهره يوجع بسبب السمنة. السمنة، بينما الحمية اللي غذائية اللي تسأليني عليها، اللي عنده حمية غذائية يأكل المتطلبات اليومية اللي هي 1% شنو كربوهيدرات. نعم. ولا يزيد 1 إلى 1.5 الدهون، يعني من وزن الجسم، يعني. نعم. واحد إذا وزنه 100 غرام، العفو، وزنه 100 كيلو غرام. نعم. يجب أن لا يتناول أزيد من 100 غرام من الشنو الدهون. نعم. من زادت صارت البطنة، وكذلك البروتينات 0.5 غرام، يعني إذا بالأوزان لا تزيد عن 35 غرام إلى 70 غرام. إذا أنا ما مشيت على المتطلبات اليومية للغذاء راح تؤدي إلى السمنة. وسؤالك علينا بالحمية، وكلمة الحمية باللغة الإنجليزية دايت، تجي. نعم. غذاء وتجي حمية. نعم. الرجيم الطبيعي وليس الرجيم القاسي، موضوع اليوم اللي هو يسموه الكيتو. تفضلي. نعم دكتور، نقول احنا بالفتره الاخيره شفنا بدا انتشار نظام الكيتو، طبعا. نعم. هو احد انظمه الحميه الغذائيه. اريد تعريف بسيط عن نظام الكيتو. ها. شوفي احنا هسه قلنا النسب متوازنه للاغذيه الرئيسيه. نعم. المتطلبات اليوميه اللي. نعم. هي الكربوهيدرات. نعم. يعني السكريات. نعم. والدهون والبروتينات ومن ثم الفيتامينات. نعم.
والماء والأملاح. نعم. نظام الكيتو ماذا يعمل؟ يعمل على تقليل النسبة المئوية للسكريات. لو افترضنا كل من هذه المكونات أن نعطيها 100% لتقريبها للمشاهد. نعم. يعني 100% دهون، 100% هاي الحالة الطبيعية، 100% للبروتينات، و 100% إلى الكربوهيدرات أو السكريات. هذا النظام يعتمد على تقليل نسبة الكربوهيدرات أو السكريات 5%. يعني باليوم اللي يريد يتبع نظام الكيتو ياخذ 5% او يتخلص من الكربوهيدرات. شو يزود؟ يزود بس اللحوم احنا قلنا؟ اها، يزود اللحوم والدهون. لا. هي طريقتين. يزود 70% ياكل دهون و20 25% حسبيهن 70% و25% بروتينات. لا. صارت 95 و5% صارت 100%. نعم. اكو يعكسوه، بالمناسبه هي اللي اكتشفتها وحده طبيبه تغذيه وياها وحده يعني مو طبيبه بس. نعم. علم التغذيه، علم التغذيه او احنا نقول خبيره، خبيره التغذيه. نعم. يعني علوم التغذيه. نعم. مو هي اكو كليات خاصه بالتغذيه. نعم. شايفه هاي اللي انتم تطلعوها مثلا بقناتكم وحده خصائص التغذيه تلاحظين. نعم. هذه خريجه كليه علوم التغذيه، التغذية والأغذية، علوم الصناعات الغذائية، علوم الأغذية، علوم التغذية. نعم. هذول مو أطباء وذول. نعم. يفهمون بالمناسبة بالغذاء والرجيم أكثر من الأطباء، تلاحظين شلون؟ لأن هم يدرسون يعني بكالوريوس وماجستير كل. عودة على بدء حتى ما نضيع في زحمة الكلام. نعم. فإذا هو ايش سوى هذه فينست، هاي الدكتورة اللي اكتشفت عطفا على صديقتها اللي اجت أم التغذية. نعم. قالت 5%، شافت ينزل الوزن باليوم بشكل واضح، بالأسبوع 7 كيلوغرامات، بالشهر يعني شقد تقريبا 30 كيلوغرام، لأن نسبة كبيرة مو تمام. طيب. زين خلي نحسب هي ببساطة، الشهر تقريبا 4 أسابيع مو تمام ويومين، فسبعة في 4 28 واليومين 30 كيلوغرام. هذا شي يسموه بالشهر إذا واحدة نزلت أو واحد نزل 30 يسموه الرجيم القاسي. فأضافوا علماء التغذية بأضرار هذا بضرار طبعاً، لأن هذا رجيم قاسي. تصوري بالشهر واحد نزل 30 كيلوغرام أو بالأسبوع 7 إلى 8 كيلوغرامات، يعني يبدي النضارة تروح، تبدي أمراض وبدأ يسوي لنا أمراض كبيرة. فاقترحوا بالجديد أنه ينصفون هذه الكميات، يعني بدل ما يأخذ، وشافوها نسبة أفضل، بدل ما يأخذ 70% دهون، 70% دهون سواها 35، بدل ما ياخذ مثلا 25% قلل البروتينات زود البروتينات، قام يتلاعب. بس خلي نحكي، اعطيني 5 دقائق يتفضل الوقت بس هذا كل شيء مهم. تفضل. شوف الاساس العلمي على السكريات. نعم. عفوا، شوف الانسان من ياخذ كميه ولو بسيطه او كبيره من السكريات، بقلاوه الى اخره، خلال ساعتين تحرق إذا كان يتحرك. نعم. أو قليل الحركة يخلص هذا اللي أخذه. زين الجسم يحتاج إلى سكر، مين يأخذه؟ يأخذه من السكر المخزون وين؟ بالكبد والعضلات. نعم. وبالكرش، لا حياء في العلم، وبالأردة. خلص هذا. زين خلص السكر، هو محتاج بعد 4 ساعات. نعم. هسه قلنا أول ساعتين انتهى استهلاك السكر من الحالة اللي ما أخذها به. نعم. وراء 4 ساعات استنفذ إكسهوستد الكونسبشن مال الجلوكوز كله، خلص من نجي وين يعني للسكر المخزون. نعم. فهسه هو يحتاج بعد عده، احنا اليوم 24 ساعه اكيد شيجي ياخذ السكر. هي هذا الاساس العلمي من تحويل المواد الكربوهيدراتيه من مواد غير كربوهيدراتيه. السيد المشاهد خلي يركز على هذا، يعني ياخذ مركبات الدهون الجسم، الجليسرول وجماعته، ومركبات البروتينات اللي هي الأحماض الأمينية، ويحولها بمسارات أيضية داخل الجسم إلى جلوكوز، إلى سكر، فلذلك يضعف. يعني هو مو خلوا مسارات من زود الدهون داخل الجسم. نعم. هاي الكيتو راح تدخل مسارات إلى تحويلها إلى شنو؟ سكر، بس بدون سكر، هو ماخذ 5%. نعم. لاحظة. فهذه العملية بالإنجليزي احنا نعطيها بتفصيل ممل لطلبة الدكتوراه اللي يختصون بالتغذية وبالكيمياء الحياتية السريرية، يسموها كلوكونيوجينيسيس، أي تحويل
المواد غير الكربوهيدراتية مثل مركبات الدهون ومركبات البروتينات إلى كربوهيدرات، وبذلك يضعف. يأخذ يعني يسموه أكو من يحتاج بروتين الإنسان، يأخذ يسموه إندو بروتين، تلاحظين؟ نعم. مو أكو إكزو بروتين، يعني البروتينات من خارج الجسم. هو الغذاء من يجي؟ يعني دني متطلبات الغذاء داخل الجسم، أما من خارج الغذاء يأخذها أو تصنع داخل الجسم، تلاحظين شلون؟ هذا الأساس العلمي من الإكزوجينيس بروتين يأخذه ويخلص الإندوجينيس بروتين، ولكن بمخاطر. تفضلي بعد. طيب دكتور، أريد نتحدث على المخاطر نظام الكيتو تحديدا كنقاط، شو المخاطر للجسم؟ شوفي احنا هسه يعني، وبعدين اسأليني على الربط الاجتماعي من ناحية السمنة والجسم. أكيد زين. أكيد بعدنا في كمية أسئلة. زين أين نجي مخاطرة من صار سميناها الرجيم القاسي. نعم. يعني أولا فقدان وزن كبير بهذا الشكل يؤدي إلى، يعني أولا هذه عمليات أيضية. شنو عمليات أيضية؟ يعني هو شوف مثل أنا أشبهها الإنسان البسيط بالله. نعم. يعني إذا سيارة يمشي بيها سرعة راح شنو تستهلك البنزين، تلاحظين شلون؟ نعم. وإحنا مغيرين، ما خلينا له سكر، غيرنا له دهون. نعم. يعني بدل ما خلينا السيارة تمشي على بنزين خليناها تمشي على غاز مثلا. نعم. فهذا كل ما يستهلك السكريات والدهون راح يؤدي إلى أمراض كبيرة وكبيرة جدا. نعم. تبدأ بالكلية، تبدأ بالكبد يتعب. فشوفين الإنسان أبو الكيتو، نعم هو ضعف، لكن شوفين الجلد وأمراض جلدية. نعم. يعني النظارة راحت. نعم. سواء بنية أو بنت، بعدين يقوم تنفسه يختلف. يعني يعاني من أمراض كثيرة وكثيرة جدا، يحتاج إلى حلقة تؤدي إلى القلب. واحد مرة دا أتحدث وياه يقول هو شلون يزداد عدة السكر بعض الأحيان، مو إحنا قللنا له من السكر، هو لا يفقه أنه قلنا الدهون والبروتينات. نعم. تحول إلى سكر. نعم بعد. نعم دكتور، طبعا هسه مخاطرها زين، فوائد ما بي فوائد ها من ناحية الاجتماعية. نعم. هو طبعا الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم. نعم. إحنا من واحد سليم يعني، بس الضعف شوفي يعني أكو أمثال حقيقة اجتماعية من أجدادنا قالوا ثلثين ست جمانة. نعم. قالوا ثلثين الحسن من السمن. أي كيلو سمن كيلو حسن، إذا سامعة هذا. يعني إحنا دا نحكي على السمن الطبيعي وليس على الـ 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 السمنة قلنا البدانة. نعم. يعني فلان بدين فلانة بدينة. نعم. يعني ويا خلينا نقول الحالة الطبية أو النورمال ويت. لكن إذا صار ضعف، يعني شنو معنى الضعف؟ يؤشر لك نقص بالمواد الغذائية في المتطلبات اليومية. نعم. بروتين يعني إحنا يجب أن نأخذ لا يقل عن 35 غرام بروتين. شنو هذا البروتين؟ أما اللحوم، دجاج، سمك، أفضل طبعاً اللحوم البيضاء، وإذا ماك واحد فقير يأخذ اللحوم شنو المال الفقراء اللي هي البقوليات. نعم. هاي هم بروتينات. نعم. يعني الباقلاء، عدتش باقلاء، عدتش اللوبيا، العدس إلى آخره. نعم. نعم دكتور، طبعا اليوم لو طلبنا من عندك تخلي نظام كيتو لرجل تقريبا عمره نقول 40 عام وما يعاني. نعم. من أي مرض، شو راح تخلي له هذا النظام؟ شو راح ترتب لي على أي طريقة؟ أني أقول لك شوفي، إحنا جقلنا بس ستي شوية، أني إحنا الكبار بالعمر. نعم. ننسى مو تمام؟ تمام. بس ستي سعد يقعد من الصبح، البروتين هو الأساس، البيض. نعم. يعني احنا لما نريد نقيس اي ماده بروتينيه نقيسها ويا البيض. نعم. لان هو يحتوي على كل الاحماض الامينيه الاساسيه وغير الاساسيه. فياخذ من صباح هو لمده 7 أيام هذا الكيتو، ياخذ 7 أيام بس؟ لا، 7 أيام على النظام الغذائي اللي انا راح اعطيه. أه. لا ويعيده. تمام. يعني غير بمعنى بالمواد الغذائيه، فطر على بيض، تلاحظين شلون؟ نعم. قلنا احنا الكربوهيدرات السكريات راح يعني اسم خلينا نقول تريس نزر نزر قليل. نعم. زين اخذ زبد ممكن، تلاحظين. نعم. شلون باليوم الاول. نعم. بالغداء اخذ يعني قطعه من اللحم يعني بالحساء او بالشوربه او بالتمن. لا. نعم. لا حياء في العلم بالتمن ومري. نعم. ياكل مثلا بالعشاء قطعه من البروتين وياها دهون،
باليوم الثاني يغير. يعني بالغداء شو يسوي؟ سوى مثلا معكرونه، هو جدول موجود، انا كنت قبل احفظها هسه ما احفظها عن نظام الكيتو. اليوم الثاني سوى شنو؟ سوى مثلا معكرونه بالغداء، تلاحظين شلون؟ نعم. بيها قليل من الكربوهيدرات نشويات. بس نشويات. نعم. لان النشويات مو راسا تروح مثل السكر، يعني انت من شربين غلاس برتقال. نعم. بيه سكر هواي. نعم. تفاحه بيها سكر الى اخره. نجي هذه مثلا يخلي بيها لحم. نعم. يعني احنا مو قلنا احنا قلنا نزود البروتينات والدهون. نعم. زين المعكرونه هي كيف تعمل؟ بيها دهن وبيها ومو نشويات ايضا المعكرونه. اي مو احنا شنو مو قلنا يخلي بيها لحم يعني متروم. تمام. زود اللحم. زود اللحم اكيد راح يغطي. مو هاي انا جيدها ربة البيت، يعني زود، يعني احنا قلنا نقلل كميه المعكرونه قليله، تزود بين باللحوم وهي دهن. واهم من الدهون يزود لنا بزيت الزيتون افضل انواع، وهكذا 7 أيام ينوعها بها زياده من الدهون اللي تنحرق، واضافه الى ايضا المشي. النبي عليه الصلاه والسلام ايش قال بالنسبه لل... سالتيني سؤال جميل، النحافه. نعم. علموا ابنائكم الرمايه والسباحه وركوب الخيل. نعم. شوفيها كلها حركه، كلها حركه، كل يعني رياضة. هو بذاك الوقت الرمايه ما مقصود بها نرمي لا. طرفه نرمي بمسدس او ذاك الوقت. نعم. اكو رمح. نعم. من الرمح شلون يتعلم واحد؟ يكون يركض ويرمي الرمح. نعم. فاذا هو شنو تعريف الركض؟ هو مشي سريع. نعم. مو مشي سريع يقوم يركض. نعم. فهذه كلها تحرق. يعني شوفي اذا عندنا سيارتين، سيارتك مخليتها بالبيت نفس الشكل ويا سيارتي، واني رحت بيها للبصره مليناهن بنزين، سيارتك وسيارتي، من اروح للبصره وارجع يخلص البنزين مو؟ نعم. نعم. انت سيارتك بالبيت يبقى البنزين لو ما يبقى؟ اكيد. اذا احنا من ناكل وياها ايضا حركه بسيطه. النظام اول ما اكتشف بيقلنا امراض، سبب لنا امراض الجلد، امراض جلديه، شو نسميها، قله المي، نقول الجفاف، جفاف البشره. نعم. تطلع بيها بثور، امراض قلت لك يحتاج لنا الى. فلذلك اذا نصفنا، يعني سوينا بدل 70% دهون سويناها 35% من هذا النظام اللي هي عدلته فينست، هاي ام. نعم. التغذيه. نعم. والخبيره بعد. طيب دكتور، هسه احنا نشوف اغلب اللي يستخدمون الدايت. ايه؟ يتناولون التفاح الاخضر. اي طيب التفاح الاخضر بيه سكريات ام لا؟ لا هو بيه سكريات بس. نعم. التفاح الاخضر، خوش سؤال. التفاح الاخضر بكميه كبيره من الالياف. نعم. الالياف شنو فائدتها سجمانه؟ تؤدي الى يعني الحركه دودينوم، يعني الحركه الدوديه، يعني هو شو مصطلح تغذوي، يعني يزود حركه الامعاء عفوا، وبالتالي من يزود حركه الامعاء يؤدي الى هضم، يعني احنا عندنا امتصاص وهضم، وبالتالي يؤدي الى شنو؟ النحافة. نعم. يعني لا حياء في العلم، يعني يزيد نسبة الأيض الغذائي، بالإنجليزي يسموه ميتابوليك. ترى بس هو واحد يقعد قبال الشمس يتعب. أي أذي عيونه فعلا. يلا. حقك اليوم علينا دكتور. يلا عيني. طيب اليوم لازم يكون أنتي أول شيء أنتي كمواطنة. نعم. إضافة إلى إعلامية ناجحة، هسه ما يصير شهادتي مجروحة أمامك لأن أنتي موجودة، إحنا نمدح الشخص بغيابة. يعني أنتي كمواطنة ما تشوفين هذا إذا واحد يعني ينزل بالشهر 30 كيلوغرام أو بالأسبوع؟ أكيد أكيد 10. أكيد. بس حتى السؤال ضمنا استذكرت شيء واحد، إحنا إذا نشرب قدح واحد من الماء غلاس مي. نعم. ينزل 7 إلى 10 كيلو سعرة، فويا الدايت حتى نصلحه ويا هذا النظام اللي صار بمساوئ ويا الكيتون نزود الماء مي. لانه شنو حتى بيعطي نظاره للانسان ويقلل الجفاف. نعم. طيب دكتور، لازم يكون اختصاص تغذيه الله يخلي او يضع النظام الكيتو، لازم يكون اخصائي تغذيه او خبير؟ شوفي يعني احنا سنشوف اغلب، احنا نقول هسه القاعات الجيم. ايه. او الغير. ايه. الجيم وما عنده شهاده، لا اختصاص، لا. ايه. اختصاص تغذيه. ايه. ولا خبير ولا دكتور. ايه. يقدر يخلي او يضع النظام الكيتو؟ لا هو صورة صحيحة؟ لا ما يصير الا يتابعه. بالمناسبة يتابعه. انتوا هاي شو يسميها، ذكريني، عندكم تطلع ام التغذية بيرلا. بيرلا. نعم. هاي ماجستير بالتغذية. نعم.
فهمتيني شو؟ نعم. يعني بكالوريوس ودول يدرسون بكالوريوس واكو دكتوراه تغذيه، تلاحظيني شلون؟ وبالعكس الاطباء يعتمدون عليهم، تلاحظيني شلون؟ على خصائين التغذيه، على خصائين، لان هو الطبيب نعم. تدرين شنو يتخرج بكالوريوس طب وجراحه عامه نعم. نعم. ياخذ هذه الاف ار سي اس والام ار سي، يعتمد علينا احنا اللي يسمونه بيزك ساينس، فهمتيني شلون؟ نعم. هي شلون تطورت هاي؟ اول شوف خل اقول لك بالله خوش سؤال هذا قليل يسالوه، هو ابو التغذيه احنا عندنا اما علم الصناعات الغذائيه نعم اللي جزء منه نصه يعمل تغذيه انسان يسموها نعم. مو اجلكم الله اكو تغذيه حيوان نعم. ولو هي اكو فروقات بس نعم. اكو امراض مشتركه بين الحيوان والانسان، اكو هسه سموه علوم الاغذيه والتقانات الحياتيه في كليه الزراعه نعم. هذا قسم كامل، وبعدين قاموا يسوون كليات بالخارج موجوده، كليات التغذيه، كليه التغذيه الاغذيه، علوم الاغذيه والتغذيه، تلاحظين شلون؟ نعم. احنا عندنا بالعراق ماكو الاغذيه والتغذيه، بس علوم الاغذيه نعم. وراها اكو لا تغذيه بالخارج، اكو فرع واحد من يسموه طب المجتمع سوسايتي ميديسن نعم. بالماجستير والدكتوراه يدرسون، يعني الاطروحه يدرس بها، انا ممتحنهم كم واحد ياخذ جانب غذائي، لكن يبقى الطبيب هو ايضا يقول لك، يعرف الطبيب بالأغذية اللي تحل، يعني تؤدي إلى ضرر بالحالة المرضية نعم. يعني اللي مصاب بالكلية يقول له لا تأكل طماطة نعم. هواي، ليش؟ لأن بها هاي البذور نعم. تؤدي تتفاقم نعم. وكالسيوم نعم. ويبقى بالكلية، تلاحظين نعم. شلون نعم. نعم. يقول له مثلا اللي عنده مرتفع يورك أسيد ها لا تأكل لحوم، هي هاي يعني هو ما أخذها كطبيب. هو شنو فرق أبو التغذية؟ خوش سؤال. أبو التغذية وخبير التغذية وعلم التغذية عن الطبيب، هو هذا عنده فقه أكثر، بس الطبيب يعرف بس بالأدوية ما اللي يتأدي نعم للمرض نعم نعم. هذا يعرف شنو الغذاء بس نعم. احنا شو هسه الأكاديميين، يعني أنا من تخصصت بالتغذية وعلوم الأغذية والكيمياء الحياتية السريرية ورا 30 سنة بعد الدراسة بالماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي، يلا صرت بروفيسور اللي يسموه بالعربي نعم. استاذ زين نعم. شو سيجونا شايفتهم رأسا ابو الاعشاب ويقول خبير تغذية، يعني هو مع احترامي للشهادة الثالث متوسط ويقول خبير تغذية. وانا سألتك هذا السؤال، يعني احنا نشوف هسه احنا حاليا اغلب الشباب والبنات يلتجئون الى الجيم على مود ينقصون الوزن او يحتون الجسم ويتخلصوا من الدهون، افضل شيء. طيب هاي مو خبير التغذية ما راح يكون دائما متواجد في هيك اماكن، يجوز مثل ما انت ما حاصل على دراسة فقط بس شهادة الثالث. اي بس هو شنو ست السؤال حتى احنا، لانه انا قالوا لي وقتك ويا ست جمانة محدود، هو يعني لو يطلع الانترنت يكتب الكيتو نعم. هو بالمناسبه هي من جت كيتو جينيك بادي، اكو اجسام كيتونيه داخل نعم. الجسم، هي هاي اللي تتحول ايضا الى شنو، الى السكريات نعم. وهذا يا فد نقطه كلش مهمه يا سبحان الله، هذه المساله ابو السرطان، اللهم صل على محمد وال محمد ويقينا شر كل الامراض ويقي امه محمد، غذاء السرطان هو السكر، فيمنعون السكر عدب السرطان، الخلية السرطانية لا تستطيع تحويل المواد الكيتونية إلى سكر، بينما الخلية الاعتيادية هي نعم. التي تستطيع تحويل الكيتو، يعني الكيتو بدي الأجسام الكيتونية الطبيعية، الخلية الطبيعية تحول الأجسام الكيتونية إلى سكر، بينما الخلية السرطانية لا تستطيع، ولذلك يسيطرون بمرض السرطان بهذه اللي أيضا نرجع إحنا يطلع إذا سؤالك، لأنه أنا قلت وقت ما عندنا نعم. هسه نختصره بغير طريق، شنو النظام؟ النظام يطلع على الانترنت نعم. يكتب نظام الكيتو راح تطلع له قائمه، هل قد تاكل بيض، هل قد تاخذ دهون زيت الزيتون لمده اسبوع ويبدل بيها زين، تلاحظين نعم. شلون يجب ان المشكله شنو، هم يلتزمون بشهر مو شافوا نفسهم، بس هو اذا تركه هم ينعاد عليه نعم. فهمتين؟ يعني يرجع يرجع طيب دكتور انت قلت هذا النظام الكيتو اللي هسه قلت انت مرات انطلع بالسيرش بالانترنت يختلف نعم. اكو اختلاف بالعمر مثلا من شخص لشخص او من جنس لجنس الاخر، يعني بين البنيه او الولد او من عمر لعمر يختلف هذا النظام؟ لا هو اول ما سووه ثابت للكل،
تلاحظين شلون؟ بس فرقوا عن الحوامل، لأن الحامل تكون تزداد بنسبة 1.25. يعني الإنسان الطبيعي يعني بالنسبة للمرأة اللي مو برجنانت، عملية برجنانسي أدها يجب أن، لأن عندها جنين فيأخذ ربع نزود. يعني مثلا إذا تأخذ خلينا نقول 35 غرام نزوده بعد نسويها 50 غرام من البروتينات. فهمتيني شو؟ نعم. بس يجب أن يلتزم به زائدا الرياضة. أما أنا ما مقتنع شخصيا غير يعني واحد خلال شهر، الشهر الأول 30، وتشوفيهم بعض الأحيان إذا التزموا بالتزام لكن وجهه شاحب. يعني هاي نصيحة توجه أنت هذا المشاهدين؟ أنا أوجهه أقول نصفوا أفضل والتزموا به. نعم. مع الرياضة. أما هو بس يظل ما يتحرك يعني يسوي لنا مشكلة الأمراض. بس هو للناس اللي بدينين أيضا يشوفون واضح هو نزل، هو يدخل ضمن الرجيم القاسي. نعم دكتور. نعم. طبعا شكرا اليوم لوجودك ويانا. نعم. فقرة حوارنا الصباحي يوم جديد، ويا ربي يا ربي يقدر المشاهد يستفاد منك ويقلل من نظام الديتو، لان قلت هو نظام يكون سلبياته اكثر من ايجابياته. نعم. ونورتنا اليوم ويحتاج لنا بعد. نعم. حلقة نسوي بها في التفصيل. ومو تدرين شنو احنا دائما اكو متغيرات ايجابية. يعني نقول هذا صار غلط من خلال دراسات علمية وهذا إيجابية، فهسه هم دي يعالجون السلبيات بهذا النظام. نعم دكتور شكرا لك، نورتنا مشاهدينا.